مساء الخير. خبر النهاردة بيقول ان الحكومة تنوي اقتراض مبلغ 500 مليون دولار من صندوق النقد الدولي. ليه عايزة المبلغ ده؟ لتمويل مشروع الاسكان الاجتماعي للشباب. هي الدنيا ناقصة قروض تاني يا حكومة؟ وهل احنا محتاجين ال 500 مليون دولار دول فعلا؟ وما ينفعش ندبرهم من اي بنود داخلية داخل الموازنة؟